رئيسة عصبة جيات الرباط سلالقوني ثيرالي جوجوتسو. اليوم جميع الملكية المغربية لجوجوتسو تتنظم البطولة الوطنية للصغار صنف نوازا والفايتين سيستم الأقل من 10 سنين وحتى الأقل من 16 سنة. الحمد لله اليوم يعني تنشوفوا العصب كاملة متمثلة، يعني كاين كلها كاينة، يعني عصبة ديال الرباط، العصبة ديال طنجة، العصبة ديال مراكش، وكذلك العصبة ديال فاس والعصبة ديال أكادير، كلهم يعني كاينين معنا الحمد لله. المدرجات مملوءة عن آخرها، وهذا يعني ماشي هذا الشيء جاي من الفراغ، بل جاي من واحد العمل اللي تنقم، يعني واحد العمل جاد تقوم به الجامعة الملكية واللي على رأسها السيد الرئيس كريم البلق. وكذلك ما تفوتنيش الفرصة باش نشكره على المجهودات اللي تيقوم بها يعني داخل الوطن وكذلك خارج الوطن. والحمد لله يعني هذه السنة يعني دبا تكون البطولة الإفريقية اللي درات تنظم في المغرب، وهذا يعني كاين واحد العمل يعني كبير وجبار تقوم به الجامعة باش قدرات يعني أن هذه البطولة إن شاء الله دبا تكون هنايا في المغرب. ونتمنى إن شاء الله مع النيفو اللي تنشوفوا فيه يعني الأطفال ديالنا يكون إن شاء الله يعني واحد التمثيلية تكون مهمة، ونكونوا لما لا نكونوا الأولين يعني إفريقيا ومراتب ان شاء الله مهمه عالميا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحباب عبد القادر نائب رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الجوجيتسي ونائب رئيس عصبه مراكش للجوجيتسي، انا جيت فخور اليوم بحضوري في البطوله الوطنيه ديال البراعم اللي السن ديالهم تيبلغ من 10 سنوات الى 16 سنه، اللي فيها الفايتين دي سيستيم، وهذه النسخه الثانيه اللي جرات يعني ديال البطوله ديال الشباب، لان يلا بدينا تربيو في الشباب، لان الجامعه والعصبه تاسست في 2017 وجرت البطوله الافريقيه في مراكش. كنا شاركنا ب 61 بطل وحصلنا على 28 ميداليه، كنا احتلينا الرتبه الاولى في افريقيا والرتبه الثانيه في العالم العربي والرتبه 8 في العالم. شاركنا في بطولة العالم في الإمارات يعني ثاني مرة، وحصلنا على ميداليات ذهبية وفضيات ونحاسيات، وعندنا الحمد لله الأبطال اللي تيشاركوا في الإنجليز اللي تيهزوا لنا رايات المغرب في الإنجليز، يعني كاين في الإنجليز، كاين في فرنسا، في أبو ظبي، في السعودية، في فرنسا، في السبليون، عندنا الأبطال اللي هما مغاربة اللي تيشرفونا في جميع الدول. وكلشي داز مزيان، ملي كنا في شاسيتو في البطولة دابا، وأنا مزيانة بغيت نشكر على ماما وبابا والأستاذ ديالي على كلشي. السلام عليكم، أنا سميتي ريان أري الشامة. اليوم أنا فرحانة بزاف حيتاش اليوم شاركت في مسابقة ديال جوجيتسو المقابلة اليوم. جاتني زوينة. كيف
كان الخصم كي كان؟ زوين خير يكون استاذ ديال جوجيتسو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الاجواء البطوله الوطنيه في جوجيتسو الحمد لله مستوى مشرفنا الحمد لله. وبالنسبه للبطوله يعني الوليدات مستوى عالي جدا الحمد لله. ونشكر الاخوه المنظمين والصحابه والوليدات الصغار كلهم يعني المستوى تبارك الله المستقبل يعني ان شاء الله مزدهر ان شاء الله. جوجيتسو مستوى العالم الحمد لله راه مزيان. وبالنسبه للاباء يجيبوا الوليدات ديالهم للجمعيات يعني المستوى راه مزيان. ونتمنوا الخير لقدام ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.